شفنا مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح، خلينا نتابع دلوقتي الأخبار اللي هتحصل النهارده بإذن الله، وأخبار خاصة بختام فعاليات مشروع التخلص من المخلفات العضوية الثابتة، وأيضا مشاركة مصر في معرض ميلانو السياحي الدولي، وكمان هذا المعرض هيكون موجود في إيطاليا، وكمان هنعرف ماتشات النهارده في الدوريات الأوروبية. وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيتم الاحتفال بفعاليات ختام مشروع التخلص من المخلفات العضوية الثابتة اللي ساهم في تخلص مصر من حوالي 2000 طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة. النهاردة كمان الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي هتشارك في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي اللي هتستمر فعالياته لحد يوم 12 إبريل بمدينة ميلانو الإيطالية، اللي بتعد واحدة من أهم المدن الإيطالية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر من دولة إيطاليا. كمان النهاردة هتحتفل وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان عقب صلاة التراويح بمسجد سيدنا الحسين، وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن قوتنا المسلحة الباسلة دائماً على العهد في خدمة الوطن، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، وإننا في حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع لقاء قمة الجولة 32 من عمر المسابقة اللي بيجمع ما بين ليفربول ومانشستر سيتي الساعة 5:30، والساعة 3 العصر هيكون في 3 مباريات في نفس الجولة، هيلتقي ليستر سيتي مع كريستال بالاس، ونوريتش مع بيرنلي، وبرنتفورد مع ويست هام. أما عشاء الدوري الإسباني فموعدهم النهاردة في إطار الجولة 31 من عمر المسابقة بلقاءات قوية تجمع ما بين أوساسونا وألافيس الساعة 2 الظهر، والساعة 4:15 هيلتقي فريق إسبانيول مع سيلتا فيجو، والساعة 6:30 هيلتقي إلتشي وريال سوسيداد، ختاماً في 9 مساءً هيلتقي برشلونة مع ليفانتي.